بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل الكلام على آيات السرقة. قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى هذه الجملة: فمن تاب من بعد ظلمه، أي بعد ظلمه لنفسه بالسرقة وظلمه للناس بأخذ أموالهم، من تاب وأصلح. لا تكفي التوبة، بل لا بد أن يصلح العمل ويستقيم ويترك الجريمة، فإن الله يتوب عليه. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بقبول توبة السارق إذا تاب إليه، فإن الله هو التواب الرحيم، لكن بشرط أن يصلح، بأن يستقيم على التوبة ويترك الجريمة تركا نهائيا، ويندم على ما حصل منه، وكذلك يرد المال إلى صاحبه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فيرد عليه ماله أو يسامحه صاحب المال. إن الله غفور رحيم. هذا تعليل لقبول توبة السارق وغيره، لأن الله غفور كثير المغفرة، رحيم بعباده، ولذلك يقبل توبتهم إذا تابوا إليه ويمحو ذنوبهم، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى. ولكنه شديد العقاب لمن تجرأ على حرماته ولم يتب إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ألم تعلم، أي قد علمت أيها الرسول، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فهو سبحانه المالك بكل شيء، وهو يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى، ولذلك حكم بقطع يد السارق، لأنه المالك المتصرف في شؤون عباده، والذي يشرع لهم ما يصلحهم في الدنيا والآخرة. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ فالاعتراض عليه سبحانه وتعالى في تشريعاته وأوامره، أولا لأنها في غاية الحكمة وواقعة في مواقعها اللائقة بها، فهي عدل منه سبحانه وتعالى، وثانيا أنه جل وعلا هو المالك يتصرف في ملكه بما يشاء، ولا اعتراض عليه جل وعلا. له ملك السماوات والأرض بمن فيهما من المخلوقات، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والتعذيب عدل منه سبحانه وتعالى وواقع موقعه اللائق به، والمغفرة رحمة منه سبحانه وفضل منه سبحانه وتعالى. يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، راجع إلى مشيئته وحكمته سبحانه وتعالى.
ثم قال: والله على كل شيء قدير. فهو المالك وهو القادر على كل شيء، ولا يخرج عن قدرته شيء، فما أراده الله جل وعلا فإنه قادر عليه، إنه قادر على كل شيء، فلا اعتراض عليه سبحانه وتعالى في ملكه وتدبيره وأحكامه وتشريعاته، وهي في مصالح عباده. كل ما شرعه الله فهو راجع إليهم، أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم، فلو صلحوا كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو فسقوا كلهم وفجروا ما نقص ذلك من ملكه شيئا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهذا راجع إليهم، ولكنه جل وعلا يأمرهم بطاعته وينهاهم عن معصيته لأجل مصلحتهم، لأجل مصلحتهم هم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ولهذا قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. هذه الآيات الكريمات التي تضمنت عقوبات قطاع الطرق والسراق، بل تضمنت قبل ذلك حفظ النفوس بمنع القتل بغير حق، تحريم القتل بغير حق، وأن الله حرم ذلك على من كان قبلنا وحرمه علينا، كل ذلك لمصلحتنا وحماية أمننا واستقرارنا وانتظام مصالحنا ومعايشنا. فهو ربنا الذي يملك أمرنا ويرعانا سبحانه وتعالى، وينظم شؤوننا على وفق الحكمة والمصلحة، فلله الحمد على ما شرع ويسر. وفي هذه الآيات أحكام كثيرة، لعلنا أن نذكر ما تيسر منها. ففي هذه الآيات حفظ المال بعد حفظ الضرورات الخمس: حفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. فهذه الآيات جاءت بذلك، كذلك حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، تأمين الطرق من المفسدين، فهذه الآيات جاءت بذلك، بحفظ هذه الضرورات الخمس، أو بحفظ ما ذكر فيها من الضرورات الخمس. ويؤخذ من هذه الآيات عظم جرم من يضاد الله في أمره بتحليل ما أحله أو تحريم ما حرمه، ومن ذلك الاعتداء على الناس في
أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وحرماتهم، لأن الله جل وعلا قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. ومعنى يحاربون الله يضادون الله وينتهكون حرماته وحرمات المسلمين وحرمات الناس، فجزاؤهم هذه العقوبة الرادعة، ونبينها إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.